الرحمن رجع للساحة الفنية والحمد لله معافى بكل نشاط، بل بالعكس يعني يوم أمس كنا حاضرين مباريات سمعنا شيء بصراحة يعني جدا جميل يثلج الصدر، يعني الغنى اللي كان يغنيه عبد الرحمن بروفات. لله الحمد يعني نشكر رب العالمين ان عبد الرحمن رجع لنا سالما معافى، وان الساحه الفنيه بتكون بخير، لان عملاق مثل محمد عبدو احنا كلنا نستفيد منه، سواء احنا كشركات انتاج، سواء كفنانين، سواء كملحنين. فبصراحة غامة فنية الكلام يعجز عن وصف سعادتنا في هذه الليلة، وأتمنى إن شاء الله الحفل بكرة يكون حفل جميل جدا ويسعد وعبد الرحمن قبل الله يسعدنا إحنا، لأنه بصراحة إحنا خايفين إن نعمل شيء يكون فيه قصور لهذه الغامة الفنية، وإن شاء الله يعني الجايات أكثر، ونتمنى لكم أمسية سعيدة. شكرا. شكرا لك.